في المرات السابقة احنا اتكلمنا عن طريقة تخليق الأحماض الدهنية أو الفاتي أسيد سينثيسيس. المرة دي هنبتدي نتكلم عن طريقة هدم أو تكسير أو إنتاج الطاقة من هذه الأحماض الدهنية المخزنة. عندنا احنا السكيلتال ماسلز أو العضلات الهيكلية والليفر والكاردياك ماسل أو عضلة القلب هي أماكن بتستهلك كتير من الأحماض الدهنية المخزنة لإنتاج الطاقة لإمداد احتياجات هذه الأعضاء، وبالذات أثناء انخفاض مستوى السكر في الدم. فإحنا هنتكلم عن إزاي الطاقة بتستخلص من الأحماض الدهنية، ونسترجع بعض المعلومات إنه الفاتي أسيدز مخزنة في الخلايا الدهنية الأديبوسايتس، وتتحرك وتتفك بواسطة اللايبيزس، إنزيمات اللايبيزس. والأحماض الدهنية اللي خارجة من الليبيد دروبلت بتذهب لتيار الدم للبلاد ستريم، ثم ترتبط بالألبومين أو زلال الدم، وبعد كده تنتقل إلى الأنسجة بسبيسيفيك بروتينز تنقلها، أو نواقل بروتينية معينة تنقلها للأنسجة بالذات للميتوكوندريا اللي موجودة في الخلايا لتبدأ العمليات الأيضية في الاحتراق. طيب كيف يدخل الفاتي أسيد داخل الميتوكوندريا؟ وذلك لأن غشاء الميتوكوندريا لا يسمح بمرور الفاتي أسيد، لا دخول ولا خروج. هذه العملية بتتم بواسطة الأسيل كارنيتين شاتل أو تحويلة الأسيل كارنيتين، ودي بتعدل تعمل تعديلات وإضافات للفاتي أسيد أو للحامض الدهني لتسمح له بالدخول عبر غشاء الميتوكوندريا الخارجي، وتستمر في الدخول إلى الانر ميتوكوندريا ميتوكوندريال ميمبرين لتصل إلى الماتريكس. والأسيل كو إنزيم A سينثيز، الإنزيم ده موجود في الغشاء الخارجي للميتوكوندريا الأوتر ميتوكوندريال ميمبرين، ده مع تفاعل الكو إنزيم A يتحول البالميتيك أسيد لبالميتوايل كو إنزيم A، وده باستهلاك ATP ليتحول إلى AMP. ولو تلاحظوا هنا الـ ATP ما تحولش الـ ADP، لا تحول للـ AMP. ده معناه إن جزيئين من الـ ATP استهلكوا في هذه الخطوة، ودي هناخد بالنا منها عشان عد الجزيئات بتاعة الطاقة في الآخر. وبعد كده تزال مجموعة الكو إنزيم A ويحل محلها الكارنيتين ليتكون البالميتوايل كارنيتين، وهذا التفاعل يحفز بواسطة الكارنيتين بالميتوايل ترانسفريز، يبقى كاتالايزد باي كارنيتين بالميتوايل ترانسفريز أو CPT1. CPT1 بيقع على الأوتر ممبرين على الغشاء الخارجي للميتوكوندريا، وده بيخضع لتنظيم دقيق جدا، يعتبر الحارس اللي موجود على الأوتر ممبرين لتنظيم العملية. والبالميتوايل كارنيتين بيدخل أو ينقل داخل الإنر ممبرين بتاع الميتوكوندريا بواسطة ترانسبورتر بيسمى البورين. ووجود مجموعة الكارنيتين بتسمح للحامض الدهني بالدخول داخل الميتوكوندريا بواسطة الإنزيم المسمى ترانسلوكيز لتبدأ عملية الاحتراق أو التكسير لإنتاج الطاقة المسمى بالبيتا أوكسيديشن. ولكن قبل البيتا أوكسيديشن لابد أن البالميتوايل كارنيتين يتحول مرة تانية للبالميتوايل كو إنزيم A علشان يبدأ التفاعل. وعملية التحول دي بتتم بواسطة الإنزيم المسمى CPT2، وده مرتبط بالإنر ميمبرين بالغشاء الداخلي للميتوكوندريا، ويحفز هذا التفاعل ليحل الكو إنزيم SH محل الكارنيتين ويطلق الكارنيتين للخارج ويتكون البالميتوايل كو إنزيم A، وده جاهز دلوقتي لعملية التكسير أو البيتا أوكسيديشن لإنتاج الطاقة. طيب كيف يتم تنظيم عملية الأسيل كارنيتين شاتل ديت؟
بتنظم ازاي. لو نفتكر احنا قلنا ان CPT1 ده اهم شيء في العملية التنظيمية. CPT1 هو الاستيريكالي انهبيتد باي مالونيل كو اي، يعني وجود المالونيل كو اي بيوقف CPT1. نفتكر مع بعض ان المالونيل كو انزيم اي ده الوحدة البنائية الاولى لتكوين الاحماض الدهنية. طيب هنا المالونيل كو انزيم اي بيثبط عمل الفاتي اسيد اوكسيديشن او عملية احتراق الاحماض الدهنية. يعني البيتا اوكسيديشن او الفاتي اسيد اوكسيديشن والفاتي اسيد سينثيسز عكس بعض في العملية التنظيمية، يعني reciprocally regulated by مالونيل كو انزيم اي، يوقف عمل البيتا اوكسيديشن ويحفز عمل الفاتي اسيد سينثيسز، وده شيء منطقي. نقطة تانية برضو ان لو نفتكر الكينيز المسمى AMPK ده بيحفز عملية الاحتراق، عملية البيتا اوكسيديشن. ليه؟ لان الـ AMPK ده بيعمل فوسفوريليشن او اضافة مجموعة فوسفورس ويعمل ان اكتيفيشن للـ ACC الاسيتيلكو اي كاربوكسيليز لو نفتكر، وبالتالي بتقل عملية الفاتي اسيد سينثيسز عند انخفاض مستوى الطاقة. اذا فارتفاع مستوى الـ AMPK واضافة فوسفورس للـ ACC انزيم وبالتالي هيقل نشاطه، يبقى هتقل عملية تحول الاسيتيل كو انزيم A للمالونيل كو انزيم A، يبقى هيقل مستوى المالونيل كو انزيم A وهو الوحدة البنائية للفاتي اسيد سينثيسز. والمحصلة النهائية للأحداث دي إن عملية الفاتي اسيد سينثيسز أو تخليق الأحماض الدهنية هتقل، وأيضا عملية الانهبيشن اللي موجودة على CPT1 بواسطة المالونيل كو انزيم A هتقل، يعني هيحصل نشاط للCPT1 وبالتالي هترتفع عملية الاحتراق أو ترتفع إنتاج أو يرتفع نشاط البيتا أوكسيديشن. يعني أيضا هذه العملية بتخضع للتنظيم العكسي أو الريسيبروكال ريجوليشن، وده بيعتبر منقذ للخلايا أثناء انخفاض مستوى الطاقة. فمش معقول بيبقى مفيش طاقة في الخلايا ومفيش غذاء كافي لإنتاج الطاقة وتتم عملية التخزين، بل بالعكس لازم تدي فرصة لضبط عملية الطاقة في الخلايا عن طريق تنظيم عمليات الاحتراق. وبالتالي بمجرد دخول الفاتي أسيل كو إنزيم A داخل الميتوكوندريا هتتم فورا عملية الاحتراق لهدم الدهون بعملية البيتا أوكسيديشن وإنتاج الطاقة، ودي هيتم توضيحها إن شاء الله المرة الجاية.